بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي. طبعا زي ما انتم شايفين كده، الورشة اللي فاتت اشتغلنا فيها مع بعض الطقم ده كان عبارة عن سلسلة وأنسيال من النحاس الذهبي. كان أساس الشغل بتاعنا وخامتنا كانت عبارة عن وحدات بشكل مختلف أو أشكال مختلفة من النحاس المطروق. كانت عبارة عن دوائر كبيرة ودوائر صغيرة وكمان مربعات بحجم متوسط. الأحجام كلها كانت حلوة قوي مع بعض، النتيجة كانت حلوة. إن شاء الله النهاردة شجعني ده عشان نشتغل مع بعض حلق، فتابعوا الفيديو للآخر. هنشتغل من نفس الخامات حلق عشان نكمل الطقم بتاعنا. اهلا بيكم معايا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشوف الخامات اللي اخترناها والادوات بتاعتنا. في منتهى البساطه، عايزين السلك النحاس 8/10. انا دايما اقول لكم ان هو اقل في التخانه من 1 ملي. بصوا مثلا ده 1 ملي وده 8/10، فطبعا التخانه اخف بكتير. بحب اشتغل فيه بيه في الحلقان بحيث ان هي بتبقى اسهل في الحلق من 1 ملي، واخف بكتير على الودن في الاستخدام طبعا، فبرجحها دايما لشغل الحلق. كمان المفروض معايا الزراديات بتاعتي والقصافة، 2 زرادية والقصافة، حلقان او الحلقات اللي هي الزرد بتاعنا. هنحتاج كمان جزء صغير قوي من السلسلة، ممكن لو ما عندناش سلسلة ممكن، يعني انا اللي هحتاجه بس وحدتين لان مش عايزاه طويل قوي، ممكن وحدتين سلسلة او 2 من الزرد هنركبهم مع بعض في الوحدة بتاعتنا، هيكمل الحلق بتاعنا وهيوفي الغرض. طبعا الوحدات اللي احنا اشتغلنا بيها زي ما شفتوا في الطقم، كانت الوحدات مدورات بالشكل ده، مدور كبير وصغير والمربع، يعني فكرت اشتغل بالمربع اعمل بيه الحلق. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنجهز الهوك بتاعنا بالشكل ده. طبعا طالما هنشتغل الهوك يبقى لازم يبقى معانا المبرد وكمان الزرادية المبرومة. المبرد، الناس اللي بتشتغل معايا او الناس اللي متابعة شغلي من الاول عارفة ان المبرد مهم جدا في الهوك للحلق، لان احنا ما بنقفلش الطرف ده، والطرف ده لما بيتقص بيبقى حامي شوية، فلما بنشتغل عليه بالمبرد بيبقى امن اكتر. اول حاجة هعملها ان انا هاخد جزئين قد بعض من السلك 8/10 بالشكل ده، تقريبا 7 سنتي. وابتدي اعمل الهوك بتاعي. يعني الحلق دلوقتي انا مش هشكل الحلق نفسه، الحلق طبعا يعتبر الوحدة جاهزة. انا كل اللي هعمله ان انا هركب الاجزاء في بعض، واهمها طبعا الهوك. اللي لسه ما اشتغلش ما اتقنش النحاس ينفع ان هو يشتري هوك عادي، او اللي هو الهوك الجاهز اللي بالجرام ممكن يعمله عادي. بعمل كده، المفروض الجزئية دي هتبقى بتاعت الهوك. قبل ما اركب الهوك بتاعي هبتدي اخد الزرد اركبه في الوحدة، لان انا السلك 8/10 عشان خفيف بحب اقفله قفلة، عارفين القفلة اللي هي المحكمة، هوريها لكم دلوقتي. بيبقى القفلة بتاعتها متينة، مش القفلة العادية. القفلة العادية اللي هي بالشكل ده، عشان برضو تبقوا معايا، اللي احنا بنلف الدايرة بتاعتنا بالشكل ده، دي القفلة العادية. القفلة المحكمة هوريها لكم دلوقتي، بصوا اهو، يبقى بالشكل ده. حابين تعملوها واحدة تمام، عايزين تعملوها اطول تطولوا بالسلسلة، او تطولوا ممكن تحطوا وحدتين من الزرد. الزرد يعتبر حلقات سلسلة برضه. اهو
هاجي كده طبعا جوزي ياخد زياده شويه عشان اشتغل براحتي. هاجي اخد زي دايره صغيره بالشكل ده على الزراديه قبل ما بقفلها، يعني هقفل خالص. فبعمل كده، باخد الحلقه واركبها. لو حابين نعمل على الزراديه وبعدين كده، ولو في زيادة هشيلها. المهم بقى الحلقة التانية واحنا بنعملها نحاول نخليهم زي بعض او شبه بعض. الاولى دايما بتبقى اسهل. تمام كده. اللي هعمله بعد كده ان انا باخد الزرادية المبرومة وباجي، انا بحبهاش الجزء ده، بحبه دايما اخره، يعني هنا بيبقى على الودن على طول، وده الجزء اللي بيدخل جوه الودن عشان اكمل الهوك بتاعي اهو، عشان يبقى الحلق بتاعي بالشكل ده مظبوط. هاجي هنا اشيل الزيادة، حاجة بسيطة، الزرادية الناعمة. بعمل التانية الخفيفة دي اللي بتديني شكل الهوك عشان تساعدني لما اجي البسه في ودني يبقى سهل. بصوا المبرد بقى باجي كده باخد اتجاه واحد، اي برد للسلك ما بيبقاش رايح جاي، بيبقى اتجاه واحد بالشكل ده. بحاول اخد الدايرة بتاعت دوران السلك كلها، بصوا اهي، وببردها بالشكل ده، وبتبقى كده. هكمل التانية، هعمل التانية عشان وقت الفيديو ما يطولش قوي، هكملها وبعدين هوريكم الاتنين مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، ده الحلق بتاعنا النهاردة هيبقى بالشكل ده. طبعا في منتهى البساطة، طالما الوحدة بتاعتي جاهزة مش بشكلها بايدي، طبعا اكيد هيبقى اسهل والوقت هيبقى اقل بكتير غير مشكل الوحدة نفسها بايدي. يا رب الفيديو يكون مفيد النهاردة ويعجبكم. مستنية تعليقاتكم، متشكرة قوي ليكم، اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.